أنتقل إلى حل الأسئلة النظرية لدرس الأمواج المستقرة. في الأمواج المستقرة العرضية، المسافة بين عقدتين متتاليتين، ما هي المسافة بين عقدتين متتاليتين في الأمواج المستقرة العرضية؟ من يجيب على السؤال؟ نعم يا إسلام. لمدة 2. لمدة 2. إذا الإجابة الصحيحة باللون الأزرق أنا واضعها، إذا هي لمدة 2. فرق الطور بين الموج الوارد والموج المنعكس على نهاية مقيدة، ما هو فرق الطور بين الموجتين على نهاية مقيدة؟ من يجيب على السؤال؟ نعم يا فاطمة تفضلي. بي بي، إذا على نهاية مقيدة بي وعلى نهاية طريقة صفر، إذا الإجابة بي. في تجربة ميلد على نهاية طليقة يصدر خيط طوله L، عفوا يصدر خيط طوله L صوتا أساسيا طول موجته. إذا في تجربة ميلد على نهاية طليقة أنا بإمكاني أجيب على السؤال، نعم بالحل L يساوي على نهاية طليقة، إذا يمكن أن نكتب 2K ناقص 1 بلمدة على 4. طبعا بما أنه يصدر صوتا أساسيا فكي تساوي 1، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن L يساوي 1 بلمدة على 4. بضرب وسطين في الطرفين بصير عندي لمدة تساوي 4L، فالإجابة الصحيحة هي الإجابة باللون الأزرق الإجابي الأولى. أربعة، وتر مهتز طوله L وسرعة انتشار الموج العرضي على طوله V وقوة شده FT. إذا يمكن أن نعيد، وتر مهتز طوله L سرعة انتشار الموج العرضي على طوله V وقوة الشد FT. قال إذا زدنا قوة الشد 4 مرات تصبح السرعة. طبعا يمكن أن نحسب أو نحل السؤال بشكل، تصبح السرعة طلابنا V تساوي تحت الجذر FT على ميو. طيب V فتحة تساوي تحت الجذر 4FT. إذا زدنا قوة شده 4 أضعاف 4 مرات يصبح 4FT على ميو. طبعا ميو ثابتي. بإمكاننا ما بدي أسب العمض بالعلاقة V فتحة، العلاقة في فتح الطالع جذر الأربعة عامل مشترك، يصبح لدينا FT على ميو مضروب بجذر الأربعة، جذر الأربعة 2. إذا جذر الـ FT على ميو هو V، إذا V فتحة يصبح V ضرب 2، إذا 2V. الإجابة الصحيحة هي 2V. نعم، أنتقل إلى السؤال الخامس باختيار الإجابة الصحيحة. وتر مهتز طوله L وكتلته M وكتلته الخطية ميو، كتلته الخطية ميو، نقسمه إلى قسمين متساويين فإن الكتل الخطي، ما يجيب على هذا السؤال؟ عندما نقص، يلا يا لبابة تفضلي. أستاذ ما بتتغير الكتلة، بتضل مثل ما هي ميو. ليش؟ ما هو السبب؟
لانه انا اذا بدي انقص طول السلك بتنقص الكتلة، استاذ بزود يعني الطول بضلهم بزيد الكتلة. ثابتة؟ هي ثابتة تماما. ميو ميو فالام على ال ما بيغير من شيء من قيمته. ميو تساوي ام على ال، ويساوي انا اذا نقصت طول السلك للنصف بتنقص الكتلة للنصف، يعني مثل الكتلة حجمي للماء واحد، فأنا قديش ما زودت حجم الماء بزيد الكتلة معه، وبنقص الحجم بتنقص الكتلة، فتبقى الكتلة حجمي نفسها. مثل هوني الكتلة الخطية ثابتة، لاحظوا طلاب أنا عم أعطيك عم بقول لك كتلة خطية ثابتة، مو بكره تغير لي إياها بالامتحان، دير بالك. ستي، مزمار متشابه الطرفين طوله ال وسرعة انتشار الصوت في الهواء هي في، فتواتر صوته البسيط الأساسي الذي يصدره، طبعا اف تساوي الإيجابي في على 2 ال، لأنه قانون مزمار متشابه الطرفين قانونه اف يساوي ان بفي على 2 ال، فصوت اساسي يعني ان تساوي الواحد، وبالتالي اف تساوي في على 2 ال. اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه الاولى. 7، مزمار ذو فم نهايته مفتوحه، هذا كمان متشابه الطرفين، ذو فم نهايته مفتوحه، عندما يهتز هواؤه بالتجاوب يتكون عند نهايته المفتوحه، طبعا عند النهاية المفتوحة تتشكل أو يتكون بطن للاهتزاز أو عقد للضغط، إذا بطن اهتزاز، بطن اهتزاز أو عقدة ضغط، مو عقدة اهتزاز، إذا عند النهاية المفتوحة يتشكل بطن اهتزاز. السؤال الثامن، مركز عفوا مزمار متشابه الطرفين طوله ال، إذا مزمار متشابه الطرفين طوله ال يصدر صوتا أساسيا مواقتا للصوت الأساسي لمزمار آخر مختلف الطرفين طوله، طبعا ال فتحة في الشروط نفسها، فإن ال يساوي 4 ال فتحة، إلا ال يساوي 3 ال فتحة، إلا ال يساوي 2 ال فتحة، إلا ال يساوي ال فتحة. طبعا بما انه المزمار مزمار متشابه الطرفين مواقت لمزمار مختلف الطرفين، ف اف يساوي اف فتحه، يعني اف للمتشابه اف فتحه للمختلف، اف للمتشابه بحط قانونه ان بفي على 2 ال يساوي، للمختلف الطرفين يمكن ان نكتب 2 ان فتحه ناقص واحد في طلاب السرعة نفسها، السبب لأنه نفس الشروط، نفس درجة الحرارة ونفس الغاز، وبالتالي السرعة نفسها، في على 2 عفوا على 4 الفتحة. فالمزمار الأول يصدر صوت أساسي والمزمار الثاني يصدر صوت أساسي، فيمكن أن نكتب في على 2 ال يساوي كمان في على 4 ال فتحة، لأنه هون واحد وهون واحد، والسرعة نفسها لأنه نفس الشروط، السرعة لا تتغير إلا إذا غيرنا نوع الغاز أو درجة الحرارة، فأنا نفس الشروط، يعني حتى لو كان هذا مزمار مختلف الطرفين وهذا مزمار متشابه الطرفين، اثنينات نفس الغاز ونفس الحرارة، وبالتالي السرعة نفسها. بنختصر ال في مع في، يمكن أن نكتب بضرب وسطين في الطرفين، يعني 2 ال يساوي 4 ال فتحة، بقسم على 2، هذا يؤدي إلى أن ال يساوي 2 ال فتحة، فهذا هو الجواب الصحيح. 9، يصدر أنبوب صوتي مختلف الطرفين صوتا اساسيا تواتره 435 هرتز، فان تواتر الصوت التالي، الصوت الذي يليه، الصوت التالي الذي يمكن ان يصدره المزمار، اذا الصوت اساسي 435، طيب الصوت تواتر الصوت التالي الذي يصدره هذا المزمار،
طبعا كان احنا اذا انبوب صوتي مختلف الطرفين، انبوب او مزمار مختلف الطرفين، مختلف الطرفين. فيمكن ان نحل السؤال اف يساوي 2 ان ناقص 1 في في على 4 ال، بما انه عندما هذا المقدار عندما يصدر صوت اساسي اف يساوي هذا مقدار 1، 2 في 1 ناقص 1 1، فبصير عندي في على 4 ال، هذا المقدار يساوي 430 35 هرتز، هذا تواتر الصوت الاساسي. طيب التواتر الصوت اللي بعده بدي اوضع بدل ان 2، 2 في 2 4 ناقص 1، بتكون عندي 3 في في على 4 ال، ويساوي هلق الفي على 4 ال هو تواتر صوته الاساسي، وبالتالي يصبح 3 ضرب 430 35 بصير 1000. اذا الاجابه الصحيحه 1305، 1305 هرتز، الاجابه دي هي الصحيحه، 3 ضرب 400 بصير 1200، و3 في 35 150، نعم اذا 1305 هرتز. نعم نكمل طلابنا في حل أسئلة اختيار الإجابة الصحيحة. نعم السؤال رقم 10، في تجربة ميلد عن نهاية مقيدة تتشكل لدينا أربع مغازل عند استخدام متر طوله 2 متر وهزاز تواترها 435 هرتز، فتكون سرعة انتشار الاهتزاز طبعا مقدر بمتر في ثانية ناقص 1. يمكن أن نعوض الطلاب مباشرة في القانون F يساوي طبعا النهاية على نهاية مقيدة، فهو K بV على 2 L. طلاب نعوض ونحسب قيمة في اف 430 35 تساوي كي عدد المغازل، يتكون لدينا اربع مغازل نضرب باربعه في في على 2 ال، 2 ضرب 2، اذا الاربعه مفتوح مع 2 ضرب 2 اربعه تصبح في 335، اذا الجواب عفوا 435 متر في الثاني ناقص 1، إذا متر في الثاني ناقص 1. السؤال رقم 11، طول الموج المستقرة هو طبعا الإجابة مباشرة هي مثلي المسافة بين بطنين متتاليتين أو عقدتين متتاليتين، لأن المسافة بين بطنين متتاليين هو لمدة 2، فمثلي المسافي هو لمدة اللي هو طول الموجي.